بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم أستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنتعرف على واجهة منصة إدمودو. في البداية هنفتح التطبيق، هتلاقي حضرتك عندك مجموعة من الأمور قدامك، في مساحة اللي حضرتك ممكن تنشر عليها أي شيء، في مساحة للبحث فوق تقدر تبحث عنها حضرتك عن الحاجة اللي انت عايزها، بعض التنبيهات زي التايم لاين بتاع الفيسبوك، في تايم لاين ولكن لأصحاب المؤسسة بتاعتك، أصحاب المؤسسة بتاعتك سواء موجودين في الإدارة بتاعتك أو موجودين في المدرسة بتاعتك هيظهروا لك كلهم هنا. طيب ديت اللي هي الجزء الخاص بستريم اللي انت شايفه تحت اللي انا ضغطت عليه ده. عندك مجموعة تانية هيظهر فيها الكلاسز، الكلاسز بيظهر فيها الفصول بتاعتك، ايه الفصل اللي انت مسجل فيه، في كام واحد منضم للفصل ده. التطبيق بيبقى فيه اشكاليات عن الموقع الاساسي، يعني مثلا التطبيق ما بيوضح لكش ايه عدد المدرسين وايه عدد الطلاب اللي موجودين في كل فصل، على خلاف الموقع، الموقع بتاعك بيظهر لك ايه هو اللي موجود في الفصل ده، تقدر تدخل العدد تشوفه كام مدرس موجود في مسجل في الفصل ده، كام طالب مسجل في الفصل ده. انما التطبيق فيه بعض الاشكاليات فبيكتب لك الرقم الاجمالي، لما تدخل تشوف الاعضاء بيظهر لك بقى بان الاعضاء دول فيهم كام مدرس وكام طالب من ضمن الاسماء ولكن ما هياش مقسمه. في حاله ان في مجموعات بيظهر لك المجموعات بان الفصل ده فيه كام مجموعه زي الفصل بتاع بريب 1 عربيك. برضه تقدر في الجزء ده انك تنشئ فصول او انك تنضم لفصول منشاه مسبقا. برضه في الجزء بتاع الفصول بيبقى في عندي علامه الزائد اللي انا اضغط عليها فيظهر لي جزء خاص بانشاء الفصول او الانضمام للفصول، وديت هنعملها جزئيه مختلفه او جزئيه خاصه هتتعرض هتشرح لوحدها في فيديو. في نفس الوقت بتظهر الرسائل بتاعتك، ايه الرسائل اللي حصلت او ايه المراسلات اللي حصلت ما بينك وما بين الناس التانية، تقدر تعمل فيها رسالة جديدة، تقدر تراسل فيها اي حد. يظهر هنا اولياء الامور وايه الرسائل اللي بعتوها لك، بيظهر برضو فيها ايه الرسائل اللي الطلاب بعتوها لك، اي تواصل معك بيظهر لك في المسج. الجزء الخاص بديسكفر بيبقى جزء خاص بالاستطلاع النواحي التعليمية وبعض الفيديوهات اللي انت ممكن تستعين بيها في العملية التعليمية. طبعا الجزء بتاع الاشعارات اللي بيظهر لك فيه الطلبات بتاعة الانضمام او الناس اللي دخلوا في الاجزاء الموجودة عندك. لو في طلبات انضمام بتظهر لك هنا في الريكوست. اخر جزء عندك لما تضغط على الصورة بتاعتك بتلاقي اسم الحساب بتاعك، امكانية انك تعدل البروفايل بتاعك، امكانية انك تسجل خروج، او لو انت ادمن هيظهر لك الادمن هنا ويظهر لك روابط خاصة بالمدرسة بتاعتك او بالمؤسسة بتاعتك. ده كل موضوع الخاص بالمنصة كتطبيق. طبعا في عند حضرتك علامة الترس اللي باينة على اعلى الشاشة في اليمين، ديت نقدر ننهى نوصل للتطبيق ازاي تقدر توصل لاعدادات الاشعارات بتاعة التطبيق. في مشاكل في التطبيق بتحد من استخدامه، على سبيل المثال في بعض المشاكل اللي هتواجهك في تصحيح الواجبات، في بعض المشاكل اللي هتواجهك في الوصول للاعدادات، يعني زي ما احنا بنشوف لو احنا ضغطنا هنا مش هنلاقي رابط للاعدادات. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ هنحل المشكله دي عن طريق الاعتماد على متصفح كروم. هنفتح حسابنا على متصفح كروم بشكل طبيعي. بعد كده لو انت تلاحظ ان المشاكل ديت هتلاقيها اتحلت مجرد ما انت وصلت، على سبيل المثال الاعدادات قدامنا باينه اهيت، تحويل لمسؤول مدرسه باينه. طبعا التحويل لمسؤول مدرسه برضو اضيفت في التطبيق مؤخرا فاصبحت ديت ما هياش مشكله، انما بالنسبه للاعدادات بتاعه الحساب مش هتقدر توصلها من خلال التطبيق، لازم توصلها من خلال المتصفح. لو انت عايز تستخدم نسخه الكمبيوتر او نسخه اللابتوب من منصه ادمودو تقدر بانك تضغط على اعدادات المتصفح وهتفعل ديسكتوب سايت. مجرد ما هتفعل ديسكتوب سايت هتلاقي المنصة اشتغلت بالشكل اللي بيظهر عندك على اللاب، وده الشكل اللي هنحاول بأننا نشرح عنده لكل أبنائنا الطلاب وكل السادة المدرسين عليه، لأن استخدام المنصة على نسخة اللابتوب أو نسخة الكمبيوتر هي الشكل الأقوى دايما. أي موقع
ايا كان اعدادات التطبيق بتاعه، ايا كانت قوة التطبيق بتاعه، بيبقى الافضل لحضرتك بانك تستخدمه عن طريق المتصفح نسخة الكمبيوتر. في حالة ان حضرتك حبيت انك تقفل نسخة الكمبيوتر، بتضغط على الاعدادات تاني وتقفل نسخة الديسكتوب، فانت كده تكون قفلت خلاص النسخة بتاعت الديسكتوب وانت بتستخدم نسخة الموبايل على المتصفح. ده لان كل موقع بيتصمم على اساسين، اساس للاستخدام على الموبايلات واساس للاستخدام على المنصات التعليمية. في الحالتين حضرتك موجود عندك المنصة، تقدر من خلال الجزء الخاص بالستريمينج بانك تضغط على اي حاجة انت عايز تنشرها، سواء لطلابك او للعاملين في مؤسستك او للمدرسين، وتقدر تحدد ايه خصوصيتها. هل تقدر عايز اي حد شغال كمدرس او بيمتلك حساب مدرس يشوف الكلام ده، هتضغط على الاختيار ده. طيب هل عايز انك تحدد الكلام ده للمدرسين بتوع مدرستك بس، هتختار المدرسين بتوع مدرستك بس. طيب بامكانك بانك تختار اتصالاتك اللي هي الناس اللي موجودة معك او ليك اتصالات بيها، وتقدر بأنك تنشرها مع أي مدرس في الإدارة التعليمية اللي أنت موجود فيها. طبعا ده وفقا لإيه اللي حضرتك هتنشره، وحضرتك عايز مين يشوف، ودي حرية بحضرتك. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، وفي الفيديوهات الجاية إن شاء الله هنعرض بقية الإمكانيات وبقية المهارات اللي أنت مطلوب منك كمعلم أنك تدركها عن المنصة ديت، أو اللي يهمك أنك تعرفه عن المنصة ديت، ولكن هنستخدمها على نسخة اللابتوب أو نسخة الكمبيوتر فيرجن. شكرا لحضراتكم، نتمنى للجميع كل التوفيق.